هادشي ما كتشوفو الله يقبل عمل المحسنين. سي بخير بسم الله عليك الصدقه خير تدي محسنين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ودعوشني المحسن حتى كيتي شي ولدان وراه عبد العزيز الدين. نسال الله على قلب اسمه الحسن والصفات العليا ان يتقبل منا الصلاه خير عليك. صلى الله سبحانه وتعالى على بركه في الرزق بركه في العمر بركه في الدين والدنيا. صلى الله سبحانه وتعالى يقضي بغرضهم ويتولى بهم امورهم ويشفي بهم مرضى بلادهم. كما نسال الله سبحانه وتعالى في هذه الايام المباركه ان يجعلها لهم دخولا الى جنتنا رب العالمين. لأموت جميعا نسال الله سبحانه وتعالى رحمته بلادنا. اللهم اجعل لهم رحمات اللهم اجعل لهم رحمات حيث كنت في تنزل الخير هي بارك في ويبارك في الصحة هي في أخر بعد صلى الله عليه وبارك لك في أرزاقكم وفي عمركم في دنياكم دائما لما نجمع الوالد لما نجمع صلى الله عليه رحمة الله صلى الله عليه وذلك القادة عليه كما نسأل الوالد 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 سل صلنا سل الوالد صلى الله عليه وسلم كيف دار بصر دون الله صلى الله عليه وسلم يعني وإن يكون لدي في حفير دور البلد اللهم رب امتعنا برضا والد البلد مثل وإن هي تكسي السفر بنور الدوت الوالد والد عليه كما نسأل سبحانه وتعالى أخوة جميعا ناخذ عرضكم ويتوب لهم ورقصوا ذلك وخذ عليه سبحانه وتعالى ما يصفون وسلام على المرسلين رب العالمين. اخوان ديالنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جماعه الجامع ديال الجامع حتى هو محتاج في هذا الشيء كاين الظروف والله يقبل العمل المحسنين. سير خير؟ يا شيخ بسم الله خير صدق المحسنين. يا شيخ بسم الله عندي خير عندي ربعه عندي خمسه عندي كل عام عندي المحسنين عندي ربعه عندي شي مدينه عندي مراد ويتوفر المحسنين جميعا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت ورحمته وبركته على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فتح لنا اللهم اجعل جمعنا هذا المبارك مبارك محمد ولا تخلق لنا بعده تخلق لنا سائر من وفق المصنع. اللهم لا تسأل بنا أقبل منا ولا معنا شقيا ولا محمى. فتح لهذه الجمعية جمعية نجيبة اللهم بارك في أعضائها اللهم ألف بينهما اللهم اجمع بينهما في الخير والبركة. اللهم أصلح لهم ذرياتهم وأصلح لهم أعمالهم وبارك في جمعياتهم وجميع أعضائها يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رحم الله اخوان ديالنا السلام عليكم مرحبا بكم جماعتنا الجبان. كما كتشوفوا الزكاه ديال المحسنين ديال 2024 الله يقبل عمل المحسنين. كل عائله كنعطيها 1000 درهم الله يقبل عمل المحسنين. بسم الله السلام خير بسم الله الصدقه كراك انا ربعه انا خمسه هو ده دعاء سيدي المحسنين هو ده اللي مغرشدين هكا في هذه الدعوه غادي يقبل ربي الصدقه وربي احد بلا وربي الشفاء وسيدنا ربي بخير ان شاء الله يسخر بين الاولاد والدين مش مدة ترحموا لنا بسم الله على طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادخلني إذا جيت لنا دعاء قلوب بالصدقة. آمين. آمين شيخ سيد ربي الخير. آمين. يسخر بين شيران. آمين. والدين مش مدة ترحموا لنا بسم الله يسمع بكل شيء إن شاء الله. آمين. برخي مبرود ومسلم. آمين. وأحسن وما أنفقت من شيء فهو يخلفه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. بك ورسولك. آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صحة وراحة زين بخير. السلام عليكم. السلام. زين بخير؟ بخير. أنا قلت لك أنا محسنين واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة دعوتي محسن اللي هي تشكي من وراء أنا شاء الله سبحانه وتعالى سنة الله ربي سبحانه وتعالى آمين. ثلاث مشي ربي سبحانه وتعالى إن تمنى هذه جرب الصدقة التي في ميزان حسناتهم هذه سيغفر ربي الذنوب هذه سيستر ربي العيوب هذه ربي سبحانه وتعالى من أهل الصلاة هذه ربي من أهل الفلاح وش ما يهتز هذا الخير هذا سيغفر ربي سبحانه وتعالى لا شيء ولا الإخوة لنا اللي يهتز من الخاتين أنا شاء الله سبحانه وتعالى سنة الله ربي سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صحة وراحة زيد.